أبحوف لكبسة حاشي ما ذقتها بحياتي. إي والله تكفى يا أبو صلوح. تاتيجي نثري ناحية. فوضى هي، قم يا دبشة قم. ما ها؟ وراك طبخ للحم وماكله وسحب علينا، ما تستحي على وجهك أنت. شفت الحاشي قدامي، حسبته عشاني. لا يا شيخ، الحين طابخ الحاشي لحالك عشان تفرمه يا البزر. لا تقول علي بزر. إلا بزرين ومشفوح وزيني الحياة وفارد. أبترك لكم الاستراحة وخلي الحاشي ينفعكم. تتوقع زعل ذا الجرذي؟ يطق راسه بأقرب جدار، قايل لكم من قبل كفت هذا لازم نخرجكم من الاستراحة. أبا أروح أشيك على المطبخ ليصير طبخ للحمى كله بعد. حسن المطبخ الله لا يبارد اسمه، حتى الحمل انا جايبه طبخه كله. يا ابن الحلال مشه انت عاد عوافي. جعل ما يحدروا. الا وين جوال حاطه بذا انا؟ ايش دراني عنك؟ شو ايش دراك؟ ما هو انا وانت هنا. والجوال ما حطيته لعقب ما ذا في هالصتيمه. ياسر طلع الجوال ترى مالي خلقك. ارفع علومك، يعني بسرق جوالك انا؟ ما هو انا وانت هنا، وانا جوال. لا لا والله مخك اللي فصل، الحين قالب على كفته. والحين تقلب علي يا اخي. استح على وجهك. استح على وجهك انت وطلع جوال. اقول فك انت وجهك يا اخي، تستعبرت وجهك. ايه سلامات سلامات عيال، ايش فيكم؟ شوف شوف ولد عمك ايش يقول، ضيع جواله يقول ان سارقه. افا يا ولد العم، ما تصل كذا. وخر يا اسهل. لا انتم قلبين علي، انا بخليكم استراحه. اقول دزها بس. ما عليك منه، اجلس اجلس اجلس. تعوذ من الشيطان. اعوذ بالله من ابليس وهله.